العراق دعمها ماديا ومعنويا. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم في كلية متعددة التخصصات بمدينة العرائش في اطار اعطاء الانطلاقة الرسمية لفعاليات مهرجان التين ببلدة اسجن. فهذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لنا كاساتذة وككلية وكطلبة باحثين اللي كيهتموا بالتين وبالمنتجات المجالية بصفة عامة. واليوم الحمد لله يعني كنشاركوا في الكلية في مع بلدة أسجن ومع سكان بلدة أسجن والجماعة وجميع الفاعلين ديالها في إعطاء الانطلاقة لمهرجان التين في نسخته الأولى. فاليوم كانت الانطلاقة الرسمية بكلمات يعني ترحيبية للسيد العميد وللسيد رئيس الجماعة ولممثلين على يعني على اللجنة المنظمة. كذلك كانت كلمة يعني للأستاذ سي محمد أحليمي ولي يعني بعض الإخوان اللي هم مهتمين بشجرة التين. كذلك قمنا بورشة لتذوق أنواع ديال الباكور اللي كتنتج في بلدة أسجن واللي نالت واحد الإعجاب ديال الطلبة وديال الأساتذة وديال جميع المشاركين. والآن حنا في المرحلة الأخيرة اللي هي ورشة غرس بعض أنواع ديال التين اللي هي أصلية واللي هي جاية من بلدة أسجن. فاحنا الحمد لله اليوم كنعطيو انطلاقة لهذا المهرجان اللي كنتمناو له إن شاء الله يعني عمر مديد والاستمرارية. والغرض من هذه المبادرة هذه وهو المساهمة في تحقيق التنمية المحلية ببلدة أسجن عن طريق تثمين المنتجات المجالية ديالها سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بغيت نتكلم على مهرجان التين النسخة الأولى بجامعة أسجن، جامعة أسجن مركز أسجن. هذا المهرجان جاء يعني من أجل التعريف بالجامعة الترابية أسجن، وطبعا غادي يكون يعني فرصة باش أننا نعرفوا بالإقليم ديال وزان كامل عن طريق هذا المهرجان إن شاء الله، لأن هذا المهرجان النسخة الأولى يعني اشتغلنا عليها ووجدنا لها إن شاء الله غد اليوم الافتتاح ديال المهرجان هنا بالكلية ديال العرائش، باش غادي نغرسوا واحد الشتلات ديال التين اللي هما النوع ديالهم ديال أسجن، الماركة ديالهم ديال أسجن. وكذلك يعني بغينا أننا نعرفوا بالمنطقة ديال أسجن، وبغينا نعطيو واحد القيمة من هاد الفاكهة ديال التين، يعني واحد القيمة اللي تستحقها من أجل أننا يعني ندخلوا في التثمين ديال هاد الفاكهة، لأن المشكل ديال الفاكهة الإنتاج كاين الحمد لله موجود، ولكن المشاكل اللي كنلقاو هو أن التسويق، بحكم ان هذه الفاكهه يعني عندها واحد المده قصيره من بعد ما كتجنى من الشجره كتكون عندها واحد المده قصيره. الان الحمد لله يعني دخلنا في شراكه مع الجامعه ديال عبد الملك السعدي اللي عندهم اخصائيين يعني في الدراسه هذه، من اجل انهم يتمنوا لنا هذا المنتوج ومن اجل انهم يعني يخرجوا واحد المجموعه ديال الاشياء من هذا المنتوج من غير انه يكون فقط للاستهلاك للاكل. مي كنقول اسجن باش نوضح، راه ما مقصودش فقط باسجن المركز، راه الدواوير كلها والناس في الدواوير صفقوا على راسكم. الدواوير النواحي ديال اسجن، شكرا لكم بزاف. الشكر للسلطات المحليه، الاخوان الدرك الملكي، الوقايه المدنيه. فربما تلفت انا باش نقول كل شيء، ما كرهتش نجبد الاسم ديال كل شيء، من اللي غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف، وحنا معكم ان شاء الله وكنبغيوكم بزاف. شكرا.